هل بدأت إثيوبيا تخزين مياه سد النهضة أم لم تبدأ؟ هذا السؤال الذي يرافق التطورات التي تلت فشل مفاوضات العشرة أيام بين مصر والسودان وإثيوبيا برعاية أفريقية وحضور مندوبين عن أمريكا والبنك الدولي. يومان بعد تلك المفاوضات التقطت الأقمار الصناعية صورا جديدة للسد تظهر أن إثيوبيا بدأت فعليا ملء الخزان، وجاء الإعلان رسميا عبر وزير المياه الإثيوبي. هذا العام قدمنا زيادة مستوى السد من 525 مترا إلى 560 مترا. الحد الأدنى بعد موسم الأمطار هو 525 مترا، وسنتجاوز هذا المستوى قريبا. سنتجاوز 560 مترا، لن يقل عن ذلك. بمجرد أن يصل مستوى المياه إلى هذا الرقم فلن ينخفض إلى ما دون 560 مترا. بناء السد وملء المياه يسيران بشكل متوازن. خطوة إثيوبيا عدتها مصر مخالفة للتعهدات الإثيوبية السابقة بتجنب أي قرار أحادي، ودفعتها إلى إعادة النظر في الوساطة الإفريقية وطلبت اللجوء إلى مجلس الأمن مجددا. وهنا تحديدا ثمة من يؤشر إلى مصالح الدول التي يصبح لها الكلمة الأخيرة في مخرجات أي قرار أممي، ولاسيما الولايات المتحدة والصين التي تمنح إثيوبيا ملايين الدولارات ضمن صفقات بناء السد وتشغيله. ومن جهتها شددت وزارة الري السودانية على رفضها أي إجراءات أحادية الجانب يتخذها أي طرف قبل التوصل إلى اتفاق، معلنة نقص منسوب النيل الأزرق بمعدل 90 مليون متر مكعب يوميا من جراء تخزين المياه. سد النهضة في مقياس إثيوبيا يمثل فرصة حاسمة لانتشال الملايين من مواطنيها من براثن الفقر ولتصبح دولة مصدرة رئيسية للطاقة. وأما ملؤه والعمل به فمن شأنهما إفقاد القاهرة ما بين 11 مليار متر مكعب و19 مليارا من المياه سنويا، لكونها تعتمد على مياه النيل في تأمين نحو 90% من احتياجاتها. وفي ظل ما يسميه البعض مناورة إثيوبية، لابد من مراقبة التطورات، وإن كانت ستتدهور نحو حافة صراع عسكري لا تبدو كل الأطراف جاهزة له.